السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نستعرض لكم فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من موقع كتابات ونقرأ مقالا بعنوان العراقيون والانتخابات الأمريكية أوهام المنقذ بقلم سمير داود حنوش. تناول المقال انشغال العالم بانتخابات الرئاسة الأمريكية وتأثيرها في السياسة العالمية ولا سيما في الشرق الأوسط، وهنا يشير الكاتب إلى انقسام النخب السياسية في العراق بين مؤيدي بايدن وترامب، عادا هذا الانقسام يعكس حالة الفوضى وغياب الفهم الاستراتيجي في إدارة الدولة. وانتقد أيضا المقال النخب العراقية التي تأمل في أن يكون أحد الرؤساء الأمريكيين المنقذ للعراق، متجاهدة أن الحلول تأتي من الداخل وليس من الخارج. النخب الحاكمة في العراق تدرك سوداوية فترة حكم ترامب وصعوبة التعامل معه، فالرجل لم يعترف بمنظومة سياسية حاكمة في العراق أو شيء اسمه السيادة حسب تعبيرهم، بدليل أنه اغتال وعلى الأرض العراقية قرب مطار بغداد الدولي أبرز القادة للفصائل المسلحة من العراقيين والإيرانيين، هما قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، المخدوعون من العراقيين الذين يؤيدون هذا الطرف أو ذاك، ينسون أو يتناسون أن بلدهم تعرض لحصار اقتصادي قاتل وصل العظم حين قتل الأطفال الخدج بحاضناتهم في عهد جمهوري، ثم أكمل حصاره عهد ديمقراطي وزاد عليه بضربات جوية خاطفة، وتبعه جمهوري آخر ليجهز على آخر ما تبقى من الدولة العراقية باحتلال صارخ أنهى بلدا اسمه العراق، وقتل وشرد الملايين وسلم البلاد وثرواتها لمجموعة أفاقين ولصوص عاثوا فسادا في البلاد والعباد في حروب طائفية وقتل وتشريد. يعتقد بعض العراقيين بوجود المنقذ الذي سيخلصهم من تكالب الدول عليهم وسرقة ثرواتهم وبلادهم، فمن الطبيعي في بلد أصبح كملعب لتصفية الحسابات أن يهتم مواطنوه بنتيجة هذه الانتخابات الأمريكية. لكن متى كانت القوة في الاعتماد على الغير وانتظار ردود أفعال الآخرين؟ ومتى كانت إرادة الشعوب تصنعها قرارات من هم خارج الحدود؟ إلى صحيفة العربي الجديد نستعرض مقالا بعنوان عزلة السلطة الاستبدادية بقلم أحمد سعداوي. تحدث في هذا المقال عن المناخ الكابوسي الذي يعيشه الشعب العراقي، إذ تخنق الحريات وتكمم الأفواه. وهنا يصف الكاتب كيف أن السلطة الحالية تعزل نفسها عن المجتمع متجاهلة النقد البناء الذي يمكن أن يقوم مسارتها ويمنعها من السقوط في أخطاء كارثية. ويذكر المقال أن صمت الناس ليس دليلا على التأييد، وإنما هو نتيجة للتهديدات المستمرة بالتصفية والتشريد. وهنا ينتقد الكاتب الحكومة الحالية لعدم فتحها المجال للحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا النهج القمعي يفاقم الاستياء الشعبي ويزيد من عزلة السلطة. من المؤسف أننا نعيش اليوم أجواء مشابهة، فيكلف الرأي الحر صاحبه حياته في بعض الأحيان، بينما يمثل التهديد بالتصفية والتشريد هاجساً يفرض ظله الثقيل على كثير من الكتاب والمثقفين الذين اختار كثير منهم، خصوصاً ممن يعيشون داخل العراق، الصمت درءاً للمخاطر وحماية لأنفسهم وعائلاتهم. تنفرد أحزاب السلطة الحاكمة في العراق اليوم بالدعاية والترويج في الفضاء العام، ويتصور القائمون عليها أنهم يستطيعون إنجاز براءات اختراع جديدة غير تلك التي اعتدنا عليها في زمن نظام صدام حسين، فصمت الناس ليس دليلاً على التأييد أبداً. يترجم مناخ خنق الحريات والإرهاب العام رفض السلطة أي دور مجتمعي في تكوين الاتجاهات العامة للإدارة والتخطيط
فتعزل السلطة باعتبارها مجتمعا صغيرا نفسها عن المجتمع العام، وتحرم نفسها من فائدة النقد الذي يقوم المسارات ويمنع السلطة من السقوط في أخطاء كارثية كما كان يحصل مع نظام صدام حسين مثلا. إلى معهد السوفان الأمريكي، نستعرض تقريرا يسلط الضوء على تعقيدات العلاقات التي تواجهها بغداد مع كل من واشنطن وطهران. ويذكر التقرير أن الحكومة الضعيفة في العراق تحاول موازنة هذه العلاقات ولا سيما مع إيران في ظل الرئيس الجديد مسعود بزكشيان، في حين تستمر الولايات المتحدة في الضغط على بغداد لإبعادها عن النفوذ الإيراني. وأوضح التقرير أن بغداد وطهران لا تسعيان إلى صراع مع الولايات المتحدة، ولكنهما تحاولان إدارة التوازن الدقيق بين القوى المختلفة. كذلك انتقد التقرير عدم قدرة الحكومة العراقية على بناء سياسة خارجية مستقلة وحقيقية، وهو ما يجعلها تحت رحمة الضغوط الخارجية المستمرة وتفشل في تأمين مصالحها الوطنية. رأى التقرير أن جهود الحكومة في العراق للنأي بنفسها عن عمليات ما يسمى محور المقاومة التي شنتها إيران بعد 7 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2023 يعكس مدى الضغوط التي تمارسها واشنطن، مضيفاً أن العراق أقر مجدداً باستمرار اعتماده على الولايات المتحدة في مجال الدعم الأمني من خلال إرسال وزير الخارجية فؤاد حسين إلى قمة الناتو في واشنطن في الفترة من 8 إلى 11 يوليو تموز الجاري، مذكراً بتوسيع مهمة الحلف في العراق بطلب من حكومة السودان لتشمل دعم وزارة الداخلية العراقية وقيادة الشرطة الاتحادية. كما لفت التقرير إلى أن السودان أوضح للفصائل المتحالفة مع إيران والتي تشكل جزءاً من الائتلاف الحاكم أن حكومته لن تطلب من واشنطن أن تسحب قواتها من العراق خلال المفاوضات بشأن اتفاق الإطار الاستراتيجي. وختم التقرير بالقول إن حدوث خلاف مع واشنطن فيما يتعلق بعلاقات العراق مع إيران قد يؤدي إلى عودة العراق إلى عزلته عن المعسكر العربي. نقرأ مقالا بعنوان الدور الأمريكي المساند لإسرائيل بقلم ممدوح الولي، يناقش المقال ودعم الأمريكي المستمر للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية عن المجازر المستمرة ضد الفلسطينيين. ويسلط المقال الضوء على خذلان الحكومات العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني، ويؤكد أيضاً أن الشعوب المغلوبة على أمرها يمكنها اللجوء إلى مقاطعة السلع الأمريكية وسيلة للضغط. ساهمت الولايات المتحدة في خطة الخداع للعرب والمسلمين من تسريب الأخبار عن خلافات أمريكية إسرائيلية أو تهديدها بمنع أنواع معينة من الأسلحة إذا دخلت رفح، أو بنائها لرصيف بحري لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة، أو تبنيها لمبادرة وقف إطلاق النار، أو سماحها لمجلس الأمن بإصدار قرار بوقف إطلاق النار ثم تسمح لإسرائيل بالاستمرار في المجازر والإبادة الجماعية وتمدها بالمزيد من الأسلحة والأموال والهجوم على المحكمة الجنائية الدولية لمجرد توجهها لإدانة مسؤولين إسرائيليين، وتحمل حماس كذباً مسؤولية عدم إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، بل وتحديد مصير حكم غزة حسب رؤيتها، ومسعى التدخل في العملية التعليمية والدينية لمنع كل ما يمت لروح المقاومة والجهاد بصلة، مما يعني أن العدو الأكبر للعرب والمسلمين هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تصر على استمرار إسرائيل في عمليات الإبادة الجماعية حتى تحقيق كل أهدافها وإدماج إسرائيل بالمنطقة العربية والإسلامية سياسياً واقتصادياً بل واجتماعياً. وهكذا يصبح السؤال المحوري، وكيف نتصدى للمساندة الأمريكية وهي التي تملك القوة الأكبر في العالم عسكرياً واقتصادياً، بل وتجود على كثير من الدول العربية والإسلامية بالمعونات الغذائية، وهي التي يسعى حكام العرب والمسلمين لتنفيذ رغباتها كي يستمروا في عروشهم.
إلى صحيفة فيزاغلياد الروسية التي تستعرض تقريراً عن محاولة اغتيال ترامب وتأثير ذلك في الانتخابات الأمريكية، إذ ينقل التقرير وجهة نظر قسطنطين بلوخين الباحث في مركز الدراسات الأمنية الذي يعتقد أن محاولة الاغتيال قد تجعل فوز ترامب في الانتخابات أمراً لا مفر منه، إذ يشير التقرير إلى أن الحادثة حول ترامب إلى ضحية مقدسة للنظام السياسي الأمريكي، وهو ما قد يزيد من شعبيته ويعزز فرصه في الانتخابات. كذلك ذكر التقرير أن هذا الحدث يكشف عن هشاشة النظام السياسي والأمني الأمريكي. بالنسبة للقناص الجيد حتى المتوسط، فإن بعد الهدف حوالي 100 و120 متراً ليست مسافة كبيرة، لذلك أميل إلى الاعتقاد بأن محاولة الاغتيال لم تكن محترفة. في رأيي كان مطلق النار شاباً عادياً يكره ترامب بكل بساطة، من غير المرجح أن يكون ترامب نفسه هو الذي نظم محاولة الاغتيال نظراً لوفاة المدنيين وسط الحشد. بالإضافة إلى ذلك كان موقف الشرطة غريباً جداً، وأكد جون شاروف أنه رغم الظروف فإن محاولة الاغتيال هي هدية القدر لترامب، حيث سيرتفع تصنيفه في الوقت الراهن بشكل كبير. من جانبه لفت العالم السياسي سيرجي ماركوف الانتباه إلى أوجه التشابه مع محاولة اغتيال كينيدي، ووفقاً له تم تنظيم عملية الاغتيال الفاشلة لترامب بنفس الطريقة. ويقول ماركوف: أطلق النار على الشخص الذي أطلق النار على كينيدي بعد بضعة أيام، وتم الإعلان عن عدم وجود مؤامرة وتورط شخص واحد في الجريمة بسبب الكراهية. يشكك الرأي العام في التصريحات بأن جزءاً كبيراً من المؤسسة كان يكره كينيدي مثل ترامب، وكان خائفاً من سياساته. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية. نشرت وكالة الأناضول صوراً لجريمة النازحين في مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم أونروا في مخيم النصيرات وسط غزة، والتي راح بسببها 15 قتيلاً و80 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال. ونقلت قناة الأقصى عن مدير مستشفى العودة أن أكثر من 70% من المصابين هم من النساء والأطفال. وبث ناشطون مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر أن العديد من المصابين هم من الأطفال. كذلك أظهر الصور تشيع عدد من قتلى الجريمة الجديدة في المخيم الذي شهد جرائم مماثلة في الأشهر القليلة الماضية. وتأتي جريمة النصيرات بعد يوم من جريمتين مروعتين ارتكبهما الاحتلال في خان يونس ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، أسفرتا عن استشهاد أو قتل العشرات وجرح المئات. نشاهد الآن التقرير المختار من مواقع الصحف. أحداث دراماتيكية واغتيالات ملأت تاريخ الولايات المتحدة وطالت رؤساء أمريكيين ومرشحين للرئاسة، وتسببت في تشكيل مسار السياسة الأمريكية من إبراهام لينكولن إلى جون كينيدي ومن رونالد ريغان إلى دونالد ترامب. فما أشهر الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي هزت أمريكا؟ سؤال سنجيب عليه في قصتنا.
أشهر الاغتيالات في التاريخ الأمريكي. إبراهام لينكولن تسلم رئاسة البلاد لمدة 4 أعوام، أغتيل في 14 من أبريل نيسان عام 1865 في مسرح فورد بواشنطن، ليكون أول رئيس أمريكي يغتال. جيمس غارفيلد تولى الرئاسة لمدة 6 أشهر فقط، أغتيل في 2 من يوليو تموز عام 1881 في محطة للسكك الحديدية بواشنطن. ويليام ماكنلي تولى رئاسة البلاد لمدة 4 سنوات، استهدف في 6 سبتمبر أيلول عام 1901 وتوفي بعد الحادثة ب8 أيام. بعد اغتياله بدأت الخدمة السرية في توفير الأمن للرؤساء على مدار الساعة. جون كينيدي تولى الرئاسة لمدة 6 سنوات، قتل في أشهر عملية اغتيال في نوفمبر تشرين الثاني عام 1963 برصاص قناص، وهو برفقة زوجته في ولاية تكساس. عبر التاريخ الأمريكي نجا رؤساء من محاولات اغتيال كادت تكتب نهايتهم، بداية من الرصاصة التي اخترقت جسد ريغان إلى محاولة الاغتيال الأخيرة التي نجا منها ترامب. فما أبرز محاولات الاغتيال الفاشلة؟ جيرالد فورد تعرض لمحاولة اغتيال عام 1975 في كاليفورنيا. رونالد ريغان أصيب بجروح في مارس آذار عام 1981 بعد إطلاق النار عليه في واشنطن، ليكون آخر رئيس أمريكي أصيب أثناء محاولة اغتيال. جورج بوش الأب نجا من محاولتي اغتيال، الأولى في عام 2005 بجورجيا، والثانية في عام 1993 بالكويت، دبرتها المخابرات العراقية بعد تركه المنصب. Take a look what happened. هذه الحادثة المثيرة جاءت قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر. استهدفت دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد بولاية بنسلفانيا في 13 من يوليو تموز عام 2024، أصيب فيها برصاصة في طرف أذنه اليمنى وتلطخ وجهه بالدماء، ليسجل بنجاته فصلاً جديداً في سجل محاولات اغتيال الرؤساء الأمريكيين الفاشلة. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية ضمن صدى الأقلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.